أن الدين لا يقوم إلا بجماعة، والجماعة لا تقوم إلا بإمارة، والإمارة لا تقوم إلا بسمع وطاعة. فإذا ذهب السمع والطاعة لولي الأمر ذهبت الجماعة، وإذا ذهبت الجماعة ذهب الدين. فلا بد إذا أردنا أن نقيم الدين أن نلزم الجماعة وأن نلزم السمع والطاعة لولاة الأمر، لأنه بغير هذا الولاء للوطن ولولي أمرنا في الوطن، ولغير هذا الولاء لأهلنا وأقاربنا ومعارفنا في بلادنا، بغير هذا لن تكون هناك جماعة. وانظروا في البلاد التي اختل فيها باب السمع والطاعة لولاة الأمر فاختلت الجماعة، هل بقي الدين قائما؟ لا. انظروا في كل البلاد، لن أسمي بلاد، انظروا في كل بلاد اختل فيها السمع والطاعة لولاة الأمر فاختلت فيها الأمارة فذهبت الجماعة، هل بقي الدين قائما؟ لا. ولذلك أعداء الإسلام تفطنوا لذلك، فصاروا أول ما يبدأون من أجل حرب بلد من البلاد نفسيا أن يفصلوا بين عامة الناس وبين ولائهم لولاة أمرهم من العلماء والأمراء، فيجعلوا الناس يفقدوا الصلة بين العلماء وبين الأمراء، لأنه ينتج عن هذا ذهاب الولاء. ثم يأتي دعاتهم ويغذون الناس أن الولاء للإسلام، يضحكوا عليهم، هو كلمة حق لكن أريد بها باطل، أن الولاء للإسلام وأن الوطنية وثنية وأن الوطنية وأن الوطن تراب عفن، يريد أن ينفر الناس عن يوالوا بعضهم بعض، فتنفك الجماعة. طبعا الجماعة تنفك أول ما تنفك بالفصل بين العلماء والأمراء والناس. فإذا ذهب السمع والطاعة للأمراء ذهبت الإمارة، ذهبت الجماعة، ذهب الدين. فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فلا بد من أن نحقق الولاء والسمع والطاعة لولاة الأمر، وأن نعلم أن بقاء ديننا وعصمة أمرنا بإذن الله سبحانه وتعالى بأن نحافظ على هذه اللحمة بيننا وبين ولاة أمرنا من العلماء ومن الأمراء، فنسمع ونطيع لهم في المعروف، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ.